قولي يا اختي قولي. بقى بنات بخبز للحمار. الناس بنروح من هذاك من كب الزباله بنلاقيه بالشوارع، برموه الناس زي باكيت هيك بلاقيه جنب الحيطه بجيبه بنحوشه للحمار وهذا. واللي معطل بنرميه، يعني هي هذا ممكن دلتنا. بقعد هذا بده يومين ثلاثة لما ينشف النيح، هاي لو استحام مش ناشف. بيجي واحد مثلا عنده دابة غيرنا بيشتري للدابة بتاعته كيلو باتنين شيكل منه، كل ساعتين ثلاثة. ومرا المغرب بنطعميه مرة واحدة. الفحيل والقمح والفريكة، هالجب بنطعميه خبز وفريكة، فيش لا فحيل ولا قمح وخضار ما فيش. الضال بتروح بتجيش بدالها، يعني بتطلع بتخلص بضلش بيجيش بداله من جوا علينا على اسرائيل من اسرائيل.